أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تقربوا مال اليتيم. صدق الله العلي العظيم. في هذه الأيام بلاد باردة، ثلوج متراكمة على الأرض، وهذه الثلوج أحيانا تتبدل إلى مزالق شديدة، تصوروا في هكذا أجواء شخص من دون أن يأخذ احتياطاته، من غير وجود ضرورة، يخرج من بيته يركب سيارة غير مؤمنة من هذه الجهة. إذا حدث لهذا الشخص حادث، كل الناس يلومونه: لماذا خرجت؟ ما كانت عندك ضرورة؟ لماذا خرجت بدون وقايات للانزلاق؟ ومن حق الناس أن يلومونه، أن يلوموه. المزالق، أمور كثيرة القرآن الكريم تحدث عنها ونهى عنها، أشياء ضارة للبشر، ضارة بعنوان مكروهات أحيانا، ضارة بعنوان محرمات لأن ضررها كبير أحيانا، ضارة بعنوان شدائد كبائر من أشد المحرمات أحيانا، موارد كثيرة بالعشرات في الآيات القرآنية، لعلي لا أبالغ إذا قلت بالمئات. الأمور المنهي عنها في القرآن الكريم كثيرة، ولكن في موارد قليلة جدا القرآن الكريم ما اكتفى بالنهي عن بعض الأشياء، إنما نهى حتى من الاقتراب منها. لا تقرب الشيء الفلاني، ليس فقط لا ترتكب. هذه موارد قليلة جدا، لعلها لا تتجاوز عدد أصابع اليدين، أو لعلها لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة. مثلا الله عز وجل يقول: ولا تقربوا الزنا، في آية قرآنية أخرى يقول الله عز وجل: ولا تقربوا الفواحش. واضح لا تزنخ، ذاك واضح
لا ترتكب الفواحش، ذاك واضح. لا، ليس فقط لا ترتكب، لا تقرب. يعني ماذا لا تقرب؟ يعني مزالق. إذا اقترب الإنسان إلى شيء مثل هذه الأمور، سقوطه شبه مؤكد، أو احتمال سقوطه كبير جدا، لا تقترب أصلا. هذا شيء خطر، هذا مزلق، من بعيد اهرب منه. هذه النار، النار، الإنسان العاقل لا يقترب من النار. ليس فقط لا يلقي نفسه في النار، ذاك واضح، لا، أصلا لا يقترب من النار. النار شيء خطير، الفواحش نار، لا ترتكبها، ذاك واضح، لا تقترب منها. يعني ماذا؟ يعني الفواحش لها مقدمات، لها مقومات. أنا دخلت في هذه المقدمات والمقومات، ثم الإنسان يريد أن لا يسقط فيه، احتماله ضعيف أن لا تسقط. أنت تبحث عن مقطع ديني، عن مقطع فيديو علمي، يأتيك إعلان وفيه نساء أجلكم الله ساقطات، هذا ما هذا الطريق إلى الانحراف. هنا تحمل، هنا اضبط نفسك لثواني، هي القضية ثواني، ثانية ثانيتين أغمض عينيك، صعب، ولكن تحمل هذه الصعوبة حتى لا تقترب من الفواحش. الإنسان فكره يجول في أشياء سيئة، وأطلق العنان لفكره، ثم يريد أن لا يسقط في الحرام. بمجرد أن جاءت فكرة سيئة، تصور سيء، أشغل فكرك بشيء ثاني، افتح كتاب، افتح هذه الأجهزة الذكية، راجع شيء علمي، شيء كتبته من قبل، تكلم مع صديقك، غير هذا الفكر السيء، هذه الصورة السيئة التي جاءت إلى ذهنك. إذا استمر الإنسان فيها بعد ذلك يريد أن لا يسقط في الفواحش، صعب. في البداية أضبط نفسك، في البداية تحمل قليلا لكي لا تقترب. النهي عن ماذا؟ النهي لا ترتكب الفواحش، نهي القرآن لا تقرب الفواحش. هذه أمور تقرب الإنسان. في الشارع يمشي وقد أطلق نظره يمنى ويسرى، مناظر كذائية، وللأسف الشديد هذه البلاد مليئة بالمناظر السيئة، في الشوارع، في الأماكن العامة، ينظر إلى كل شيء ثم يريد أن لا يسقط في الحرام، صعب. الله عز وجل من البداية أغلق الباب، قال لا تقربوا حتى لا تسقطوا. نموذج آخر في القرآن الكريم، الله عز وجل يقول بالنسبة إلى أموال الناس، أموال الناس لها حرمة، بدون رضاهم لا يجوز الإنسان يأكل أموال الناس، واضح. ماذا يقول؟ يقول الله سبحانه وتعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ولكن يصل إلى مال اليتيم الخطاب يتغير. طبعا بالنسبة للمال اليتيم أيضا يوجد لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، العبارة نفس العبارة أيضا موجودة، ولكن هناك آية قرآنية أخرى، عبارة ثانية تقول، وآيتان هي بالتحديد،
تقول لا تقربوا مال اليتيم، فيما بينكم لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تأكلوا، ولكن مال اليتيم الله عز وجل يقول لا تقربوا. لماذا هذا الفرق؟ ما الفرق بين مال اليتيم ومال إنسان عادي آخر غير يتيم؟ فوارق. مال اليتيم من تمكن منه، من وصلت يده إلى مال اليتيم من السهل أن يأكل مال اليتيم. لماذا؟ أولا اليتيم هو لا يتمكن أن يدافع عن نفسه، ثانيا عادة لا يوجد شخص يمنع ذاك المجرم من أكل مال اليتيم. المجرم الذي استولى على مال اليتيم من يمنعه؟ ما عنده أحد اليتيم عادة. ثالثا في كثير من الأحيان الذي يده تصل إلى مال اليتيم يتمكن أن يأكل أموال اليتيم ولا أحد حتى يعرف. كثيرا ما يحدث، الذي يده لا تصل، لا معنى للخطاب المتوجه إليه. الخطاب موجه إلى من؟ إلى الشخص الذي يده تصل إلى مال اليتيم. هذا الشخص الذي يده تصل إلى مال اليتيم إذا أكل مال اليتيم في كثير من الأحيان حتى الناس لا يعرفون أن هذا الشخص أكل مال اليتيم. ولذا القضية سهلة، الخطر أكبر. الله عز وجل غير الخطاب، ما قال لا طبعا قال لا تأكلوا أموالهم، أيضا قال ولا تقربوا. ليس فقط لا تأكل، اجعل حواجز بينك وبين مال اليتيم حتى لا تتمكن أن تأكل أموال اليتيم. القضية خطرة، ابتعد عن مال اليتيم. في حديث شريف يسأل الإمام أبو جعفر الباقر صلوات الله عليهما، السائل يقول ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ أسهل شيء، أيسر شيء الذي يوجب دخول العبد إلى النار ما هو؟ قال عليه الصلاة والسلام من أكل من مال اليتيم درهما. شيء قليل، درهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام ونحن اليتيم. ما هو وجه الشبه بين أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وبين اليتيم في أكل المال؟ ما هو وجه الشبه؟ أموال الأئمة عليهم الصلاة والسلام التي هي في أيدي الناس مثل أموال اليتيم. أولا كما أن اليتيم لا يتمكن أن يدافع عن نفسه، لا يدافع عن نفسه، أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يتمكنون ولكنهم لا يدافعون عن أنفسهم. الإمام يأتي طالبك؟ لا. هذا أولا، فلا يوجد الشخص نفسه صاحب المال لا يطالب. ثانيا عادة لا يوجد من يدافع عن أموال الإمام، الناس يدافعون عن أموالهم بشدة بشتى الطرق، يعذب الطرف، يطلع أبو جدة حتى يأخذ فلوسه منه، صح؟ ولكن من يدافع عن أموال الإمام؟ قلة نادر. ثالثا أكل مال اليتيم في كثير من الأحيان الناس لا يعرفون أن المجرم أكل مال اليتيم أصلا، الذي يده تنال أموال اليتيم. أموال الإمام هكذا، أموال الإمام الله عز وجل جعلها في أيدي الناس وأمرهم أن يعطوها للإمام، فإذا أكل هذه الأموال هي في يده، من يعرف؟ لعل أقرب الناس إليه لا يعرف أن هذا الشخص أكل أموال الإمام.
ولذا أكل مال الإمام سهل جدا. والكثير الكثير الكثير للأسف أقول هذا الشيء فيما بينهم وبين الناس، لا إنسان تسأله تسأل الناس عنه، لا إنسان منضبط، إنسان أمين، استأمن عنده ملايين الدنانير، سهل الشخص أمين، مثل شربة ماء يأكل أموال الإمام، هذا نفسه نفسه سهل. ولذا الله عز وجل يستعمل لا تقربوا، الإمام يقول نحن اليتيم، سهل السقوط في هذا الحرام، هذا الحرام الذي يدخل النار حسب هذه الرواية الشريفة وروايات شريفة أخرى، هذا الحرام أكله جدا سهل، ارتكاب هذا الحرام جدا سهل وهو خطر جدا مزلق. الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول لا تقربوا. في الحديث الشريف من رتع حول الحمى أوشك أن يقع فيه، بعض الأشياء حمى، بعض الأشياء أماكن خطرة، حدود مهمة، الذي يرتع هناك أوشك أن يقع فيه. إخواني، نحن بشر، الشيطان قوي، النفس الأمارة قوية، من يخلصنا؟ الشخص كثير كثير من المؤمنين لا يحبون أن يرتكبوا الحرام، يسقطون في الحرام. الشيء الأول الذي ذكرناه، ابتعد، كن بعيدا، اجعل مسافة بينك وبين السقوط في الحرام. الشيء الثاني، تغيير هنا هنا داخل، كن مهتما، غير الداخل فقط، كن مهتما بحدود الله، يكون ابتعادك، يكون اجتنابك للحرام شيئا مهما في حياتك. يعني أنت عندما تفتح عينيك في أول النهار اجعل في بالك يا الله إلهي هذا اليوم يمر بسلام، لا أرتكب حرام، شيء مهم، شيء يشغل اهتمامك، يشغل بالك، هذا هذا الداخل غيره، الله يعينك، الله يفتح لك أبواب الفرار من الحرام. الشيء الذي لا يأتي إلى ذهن أذهان الناس يأتي إلى ذهنك، طريقة تعرفها دون كثير من الناس، لعل الناس لا يعرفون هذه الطريقة. الله ينجيك، الله يعينك. بعض الناس هو غير مهتم، لماذا الله يعينه؟ الله طبعا يعين، الله يعطي، الله يفيض على الناس، ولكن الذي بالفعل يهتم الله يفيض عليه أكثر. أنقل لكم هذه القضية بسرعة إجمالا، طبعا أنقلها. شخص هو مع زوجته ذهبا إلى الحج، أحرما لعمرة التمتع هي هو وزوجته، تعلمون الذي يحرم مجموعة من الأشياء تحرم عليه إلى أن ينتهي من الإحرام. في عمرة التمتع متى ينتهي الشخص من الإحرام؟ عند التقصير، بعد التقصير ينتهي من الإحرام، يخرج من الإحرام، هذه المحرمات تصبح محللة له، هذه الأمور التي حرمت عليه بسبب الإحرام قبل التقصير لا يجوز أن يرتكب أيا منها في عمرة التمتع.
أديا أعمالهم قبل التقصير، طلب من زوجته شيئا محرما من محرمات الإحرام. زوجته تقية قالت لا حرام، نقصر بعده. إجماله أصر وهي امتنعت، أصر إلى أن غلبها التقصير. يعني ماذا؟ أن الإنسان يأخذ شيئا من شعر رأسه، من لحيته مثلا الرجل، ولو شيئا قليلا، بمقاس، بمقراض، بأي شيء. فلما غلبها، هو ينقل القضية، قرضت بأسنانها بعض شعرها، صار تقصير. هي قصرت، هو ما قصر. ثم عقل بعد خراب البصرة، ذهب إلى الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، قص عليه القصة، هذا الذي حدث، ما الذي علي، ما الذي عليها؟ فقال الإمام عليه الصلاة والسلام رحمها الله: كانت أفقه منك، عليك بدنه وليس عليها شيء. أنت عليك بدنه، بدنه يعني جمل، يعني بعير، يجب عليك أن تنحر بعيرا. لماذا؟ لأنك قبل التقصير ارتكبت هذا الحرام. وليس عليها شيء، لماذا؟ لأنها قصرت، قصرت بأطراف بأسنانها، هذا تقصير، أخذت من شعر رأسها شيئا، خلاص. شاهدي أين؟ شاهدي كن مهتما. هذه المرأة كانت مهتمة، تريد أن تطيع الله عز وجل. أنا أمل الله عز وجل، الله نهاني في هذا الظرف، لا أتمكن أن أطيع زوجي. كانت مهتمة ولذا امتنعت في البداية، فلما غلبها رأت نفسها في زاوية حكرة، زاوية حادة. هنا حقا الإنسان عندما يسمع هذه الرواية لأول مرة يستغرب من فطنة هذه المرأة. هي القضية ليست مجرد فطنة، الله يعين. الذي يكون مهتما في هذا الظرف الذي عادة الناس لا يلتفتون إلى هذه الطريقة، التقصير عادة يكون بالمقص، عادة يكون بالمقراض، لا بهذه الأشياء. تقصير بالأسنان ما عندنا، يعني الشخص لا ينتبه إلى هكذا حل، الله يفتح له الباب. أولا الابتعاد عن الحرام، ثانيا الاهتمام، تغير هنا، هذا أقل شيء. يكون الإنسان هميما أن يكون مطيعا لله عز وجل، أن يبتعد عن المعاصي، الله يعينه، الله يفتح له أبواب. أختم كلامي بحديث شريف. أو لعله بحديثين شريفين. حديث شريف، حديث مشهور. إن شاء الله ننجو في الآخرة، إن شاء الله. أملنا بشفاعة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هو الأمل الأكبر، هو الأمل الأول والأخير، ولكن هو المولى أمير المؤمنين صلوات الله عليه. يقول حديث مشهور سمعتموه، لعل الكثير منكم يحفظ هذا الحديث، لا تكن في نهج البلاغة، لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل. في بعض النسخ بغير العمل، يرجو الآخرة، لا تكن. هو أمير المؤمنين صلوات الله عليه، هو مولانا الذي نتوقع شفاعته في الدنيا والآخرة، طبعا نتوقع شفاعته. لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل.
ارجو الآخرة ولكن اعمل يا أخي شيء من العمل. الحديث الشريف الآخر عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام، حديث لطيف. قال الإمام عليه الصلاة والسلام: قال عيسى بن مريم، عبارة عجيبة حقا، رواية لطيفة: تعملون للدنيا وأنتم ترزقون فيها بغير عمل. طبعا الإنسان يلزم أن يعمل في الدنيا، ولكن رزقك محدد، يأتيك رغما عنك. الرزق في الدنيا مثل الأجل، اهرب من رزقك رزقك يأتي. الرزق في الدنيا هكذا، روايات وروايات. الرزق في الدنيا محدد، محدد بالذرات، لا أقول بالكيلوات والأطنان، لا، محدد بالذرات، لا ذرة زيادة لا ذرة نقصان. بالضبط بالضبط، الرزق في الدنيا بالضبط مثل الأجل، مثل العمر. أنتم في الدنيا ترزقون بغير عمل وتعملون للدنيا، وفي الآخرة لا ترزق إلا بالعمل ولا يعمل الشخص. قال عيسى بن مريم: تعملون للدنيا وأنتم ترزقون فيها بغير عمل، ولا تعملون للآخرة وأنتم لا ترزقون فيها إلا بالعمل. هناك لا ترزق إلا بالعمل، للشيء الذي لا ترزق إلا بالعمل لا تعمل، للشيء الذي هو محدد لك يا ريت فقط يعمل، يؤذي الناس، يرتكب محرمات. السيدة أم البنين سلام الله عليها، السيدة أم البنين عظمتها في مرة، كانت زوجة أمير المؤمنين، ما أعظمه من فخر، ولكن فقط لأنها كانت زوجة أمير المؤمنين صلوات الله عليه. زوجة إمام مع وجود أرضية مناسبة، نعم نعم، أكبر، هو أكبر فخر، لا أيضا أكبر توفيق، مع وجود أرضية. أما إذا لم تكن أرضية ماذا؟ زوجات الأنبياء والأئمة جمع منهن نساء عاديات جدا، لا أدري لعله أقول الشطر الأكبر هكذا، جمع منهن نساء طيبات، هذا الثلاثة القسم الرابع، قلة منهن عظيمات، ومن هؤلاء السيدة أم البنين سلام الله عليها. إذا القضية مجرد كون امرأة زوجة لنبي أو زوجة لإمام، لماذا هذا القسم الرابع قلة؟ قلة أم لا؟ قلة. القضية تحتاج أرضية، نعم، إذا كانت الأرضية مناسبة، امرأة تكون بالقرب من نبي، من إمام، الله من عظمة هذا التوفيق، ولكن يلزم أن تكون الأرضية مناسبة. هذه الأرضية جزء كبير منها مرتبط بالشخص نفسه، ولذا مثل السيدة أم البنين قليل، لا لا أقول قليل، نادر في زوجات الأنبياء، في زوجات الأئمة صلوات الله عليهم. كم تعرفون نموذج مثل السيدة أم البنين؟ نادر. كم مليون، كم عشرة مليون، كم مئة مليون حاجة قضيت ببركة السيدة أم البنين؟ الله يعلم. من منا لم يأخذ حاجة من السيدة أم البنين؟ أكثر المؤمنين أخذوا حوائج منها. القضية تحتاج إلى عمل، نعم تحتاج إلى عمل. لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل السيدة، أو بغير العمل لعله في نسخة. السيدة أم البنين أيضا كانت تتمكن، تقول مثل ما نقول نحن، لا إن شاء الله وضعنا زين، لماذا هكذا تعبت؟
كل همها كان الإمام الحسين، الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ يا أخي القضية ليست سهلة. الامرأة، المرأة تنسى أولادها، أصلا يكاد أن يكون مستحيلا. إذا كانوا الأولاد عاديين فكيف بولد مثل أبي الفاضل سلام الله عليه، مثل إخوان أبي الفاضل هؤلاء، الذي الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول ما كان على وجه الأرض لهم شبيه، قمة العظمة كانوا. أولادها هكذا وتنسى أولادها، فكرها كله عن إمام زمانها، عن سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. من هكذا؟ نادر أم لا؟ أندر من النادر هذا. أولادي وكل من تحت السماء فداء للإمام الحسين، هذا إمام، هذا الذي بنوره، من نوره خلق الله عز وجل الجنة، هذا الحسين صلوات الله عليه. من هم أولادي؟ هكذا فكر، هكذا عظمة. أي هذا يحتاج تربية عظيمة جدا. لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركات هذه السيدة الجليلة، السيدة أم البنين سلام الله عليها، أن يقضي حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه، وبلغه أفضل ما أمله في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين.